السلام عليكم طلاب. Unit 5 Past Simple Grammar. The past simple is verb tense that is with a check above things that happened or existed before now. هذا تعريف الـ Past Simple. هسه حنجي ناخذ قاعدة القواعد الـ Past Simple. هنا عندنا الباست سمبل بالجملة المثبتة. بالجملة المثبتة مال الباست سمبل راح نحول الفعل الرئيسي إلى ماضي. أول شي راح نشوفه إذا كان شاذ أو إذا كان مو شاذ، بعدين راح نفهم شنو الشاذ وشنو الفعل المشاذ. طبعا إذا كان مو شاذ أكيد راح نضيف إيدي، وأكو قواعد لإضافة الإيدي راح أنزلكم إياها. يعني بالجملة المثبتة الـ I والـ He والـ She والـ It والـ You والـ They والـ We أكيد راح نضيف وياها did اللي هو الفعل الرئيسي. بالجملة المنفية راح نضيف didn't بالفعل المساعد، والكلمة بالفعل إذا كانت الكلمة الفعل الرئيسي في حالة ماضي راح نرجعها إلى فعل إلى الأصل إلى كلمتها الأصلية، نحذف الماضي من يمها ونرجعها إلى مضارع بسيط. العفو، تمام، يعني نشيل من يمها الإيدي نحذفها، وإذا كان شاذ أكيد راح نرجعها إلى مضارع بسيط الفعل الرئيسي. أما بالكويشن أكيد الديد راح يصير بالمقدمة بداية السؤال وراها الفعل، وبالسؤال كذلك مثل النفي ما نحول الفعل الرئيسي إلى فعل ماضي، ما يتحول. انتبهوا الـ work والـ go، انتبه هنا أنا بالقاعدة did I work did I go، مو ما نحولها. هي الـ go هنا أنا فعل شاذ، بعدين راح بدكم أنزلكم قوام الفعل الشاذ، ما أحولها إلى went. وأكيد علامة استفهام بنهاية الجملة. هنا بالباست سمبل شلون how to form the past simple tense، شلون راح أكون صيغة في زمن الماضي البسيط أو أكون جملة. عندنا هنا كصيغتين للماضي البسيط. أولا الصيغة المنتظمة الغير شاذة اللي فقط نضيف لها إيدي للفعل الرئيسي وتصير في صيغة الزمن الماضي، تمام. وأكو صيغ راح تكون غير شاذة، ليست منتظمة، ما ينضاف لها إيدي، إنما تتحول الكلمة بأكملها. فهسه راح نجي أول شي نفتهم الصيغة المنتظمة الغير شاذة. طبعا اليوم هواي سحك، اعذروني طلاب. نقول عليها real verbs الأفعال المنتظمة. طبعا الجملة المثبتة subject والverb والed للفعل الرئيسي complete. عندنا مثلا it is العفو it rained yesterday، أمطرت بالأمس، هاي جملة مثبتة في زمن الباست سمبل، تمام، اللي حولنا بها الفعل الرئيسي rain إلى ماضي rained بإضافة الed للفعل الرئيسي. أما طلاب بخصوص الأفعال الغير شاذة، الأفعال الغير منتظمة، وشون راح نحول الفعل الرئيسي إلى فعل الماء في زمن الباست سمبل، أكيد راح أنزلكم الأفعال الشاذة تحفظوها وتعرفون شون راح تتحول، لأن هن ذني ثابتات ولازم تحفظوهن، ونفعال محددة راح أنزلها بالقناة اللي على التليجرام، راح أحط لكم الرابط في أسفل الفيديو. دخل القناة شوف شو هنجي إيش وقت راح نستخدم when to with the past simple، متى نستخدم الماضي البسيط. إذا أردنا نعبر عن فعل معين حدث في وقت الماضي كنا نعرفها، أو إذا جتي بالجملة أشياء تدل على الماضي. مرات بالأمثلة والسنتنس الجمل يجينا تدل على الماضي، مثلا yesterday، last night، last week، last month، هذين كلهن يدلن على الموضوع، هو موضوع الماضي past simple. لأنه بعض الأحيان ما تجي السؤال صريح، أو ما يجي فعل رئيسي، أو ولا يجي فعل مساعد يدلك على إنه هذا الموضوع هو موضوع past simple. ف
فنعرفها من خلال هذه الأزمنة والأوقات مثل إيستر داي ليست ويك. هذا يدلنا على أن الموضوع هو موضوع تنست باست سمبل، حفظوهن وركزوا عليهن مهمات. هنا نقطة ثانية اللي راح تدلنا أنه هذا هو الموضوع هو موضوع تنست باست سمبل، بحالة التعبير يعني من المعنى الكلي للجملة، يعني من الجملة، بس هاي الجملة ما بها وقت ولا بها زمن محدد انه يدل على الماضي، مثلا مو ذاك الاسبوع ولا ذاك الشهر، انما دي يحكي عن موضوع انه يدل على الماضي من المفهوم، مثلا هي went to town، لقد ذهب الى البلدة، فهذه ما بها زمن ولا بها شهر ولا بها اسبوع، لكن من المعنى الجملة فهمنا انه هذه tense past simple. تمام، تكملة الشرح الباس سمبل الإضافات بتكون قواعد الإضافات هنزلها على القناة مال إضافات الإيدي، لأن نزلت قواعد إضافات المضارع المستمر على القناة، والبعض شنو قلنا ويانا نسيت والأفعال الغير منتظمة هم راح أنزلها على القناة، راح أحط لكم الرابط راح تدخلوا على القناة راح يشوفوهن هناك. وبخصوص الأسئلة عن هذه الموضوع إن شاء الله هنزلكم نموذج أسئلة ونحلهن سوية.